بسم الله الرحمن الرحيم، جئنا نجدد الثورة وفاء والكرامة لشهداء تشرين ولثورة تشرين ولعوائل ثورة تشرين وشهداء ثورة تشرين. رسالة أريد أنتزها للأحزاب وبالأخص الإطار وبقية الأحزاب اللي يردون يقسمون الكعكة أو يقسمون يرجعون إلى نظام المحاصصة. بداية دماء ثورة تشرين مسقطت، ترفض المحاصصة وترفض التقسيم الكعكة بما سموها هم الفاسدين مثل حنان الفتلاوي وغيره، واليوم يرجعون يساومون ويضحكون على عوائل الشهداء ودماء الشهداء ويرجعون مرشحينهم ويرجعون محاصصتهم بغضا بثورة تشرين. فإحنا نريد ندز رسالة من ساحة الحبوبي ومن عوائل الشهداء، والله إذا رجعت الأحزاب أو رجعت المحاصصة راح نستشهد إحنا وعوائلنا وأطفالنا. هاي رسالة للشك واحد إيطاري أو شك واحد سياسي عنده ويقول أنا تابع إلى مرجعية ويقول أنا تابع إلى دين. هاي الدماء بها حوبة، انظر لهذه الشيبة يومية ساكنة المقبرة بسبب من؟ بسبب فسادكم وبسبب عبودتكم العبودية مالتكم إلى دول، لأن أنتم مو عراقيين، ما تمتلكون الجنسية العراقية، لأن إذا تمتلكون الجنسية العراقية حسيتوا بالمعاناة مال أبو الشهيد أو أم الشهيد، بس أنتم لا غيرة ولا ضمير، أجيتوا على ظهر الدبابة، كنتوا بالخارج عملاء منظفين زبايل قذارة، فصلتكم على الشعب العراقي، شعب كريم وشعب بلد الأنبياء وبلد المقدسات وبلد الثورات، فاحذروا من ساحة الحبوبي، احذروا من ثورة تشرين، إذا عدتوا عدنا، لا عودة للإطار ولا حزب الدعوة كائن من يكون، كل الأحزاب فاشلة، وطلعنا بداية ثورة تشرين إسقاط النظام ولا للمحاصصة، محاسبتكم قريباً قريباً، ما دام أكو ناس طاح من عندها دماء وما دام أكو شيبة الثار وراكم وراح نطب على بيوتكم ونسحلكم، وإذا مصرين على واحد محزب لا للمحاصصة لا للأحزاب، إسقاط النظام هذا شعار تشرين. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبوا الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العلي العظيم. نحن كعوائل الشهداء محافظة ذي قار مكتوبة لحد الآن ما محاسبة أي قتيل أي مجرم من قتلة المتظاهرين. احنا انداعي بقتلة المتظاهرين، انداعي بقتلة تشرين، هذول شنو ذنبهم من قتلوهم؟ احنا شنو ذنبنا؟ شنو ذنب أمي؟ شنو ذنب أبوي؟ شنو ذنب البعاد من سكنوا المقابر؟ انداعي وخاصة النواب الصعدوا على ظهر تشرين، احنا هذول ما يمثلوننا ولا يمثلون شنو الاحزاب صار 20 سنة كانت السلطة، ليش يا اخي تنحى؟ اكو غيرك مني كذا، ليش بس انت مصين بيك؟ يحاول بعض المنتفعين ان يجعلوا منتشين ذكرى، وفي حقيقة الأمر تشرين ليس بذكرى، تشرين لن تنتصر لحد الآن ولن تحقق غايتها الآن. تشرين طلعت على مبدأ واحد وهو تغيير النظام بأكمله والزمان بحكومة طوارئ وحكومة بديلة، فتشرين لن تحقق غايتها، وحزب امتداد احنا قاطعناه، بعض تشرين قاطعها وطلقوا علينا ألقاب ما أنزل الله بها من سلطان لقبونا بالتاهين. حزب امتداد لا يمثل تشرين ولا أحد في قبة برلمانية يمثل تشرين. تشرين طلعت بهدف حقيقي وواضح وهو إسقاط النظام، لن نرجع ولن نستقر حتى أن يسقط ويتغير النظام. طبعا احنا اليوم طلعنا مو لتجديد الذكرى فقط وانما لتأكيد ثورة تشرين موجودة، وطبعا ما نتراجع الحين من تحقيق المطالب، وطلعنا 1/10/2019 وهذا اليوم احنا عندنا مطالب وما حققناها ومستمرون صارنا 3 سنوات راح تبدي السنة الرابعة واحنا ما نتراجع ابد. طبعا كان هدفنا اسقاط النظام وان شاء الله سقط النظام وطلعنا بسلميتنا وحنبقى بسلميتنا ان شاء الله يا رب ننتصر. بسم الله الرحمن الرحيم، خرج اليوم متظاهري ساحة الحبوبي، ساحة السيد الحبوبي اليوم
تضج بالمتظاهرين السلميين المطالبين بالحقوق المشروع التي خرجوا من أجلها للعام 2019 ومستمرين لليومنا هذا، رغم أنه رفعت الخيام وعادت الحياة في محافظاتنا الجنوبية ومحافظات بغداد إلى حياتها الطبيعية، ولكن تشرين مستمرة وهي نهج وفكرة في كل أحرار العراق. اليوم تشرين هي نفس المطالب وزادت على ذلك المطالب، هي تسليم قتل المتظاهرين الذي سالت في 2019 للعام الثالث. لليوم الحكومة عاجزة عن تسليم قتلة المتظاهرين، الملف قتلة المتظاهرين عندما ينفتح هذا الملف سوف يجر سياسيين جميعا إلى السجون، فهذا الملف مستحيل أن يفتح في ظل هذه الحكومة، في ظل حكومة الأحزاب والمحاصصة والمحاصصة الحزبية. اليوم احنا نطالب بحكومة وطنية، حكومة تختار من أجل الشعب. اليوم الحكومة هي خدم للشعب وهي مكلفة تكليف خدم للشعب، لا أن ترفع فوق الشعب، فكراسيهم لا توضع بعد اليوم فوق الشعب، وهم وكراسيهم تحت الشعب وخدم للشعب. اليوم تشرين خرجت تجديدا للعهد والولاء لثورة تشرين والشهداء الذي سقطوا بالعام 2019. عاش العراق. والد الشهيد علي العصمي، خرجنا هذا اليوم لنجدد العهد لشهدائنا الأبطال، شهداء ثورة تشرين، شهداء 11، شهداء 2019. هذا اليوم نكرر ونكرر ونكرر، لن نسكت عن المحاصصة والتوافقية، كلا للأحزاب، ونطالب بحصر السلاح بيد الدولة والقضاء على المجرمين وكشف المجرمين قتلت ثوار تشرين. هذا اللي نطالب به، نطالب بتفعيل قانون الأحزاب. يعني هذا اليوم نجدد العهد ونبقى مستمرين، كلا للأحزاب الفاسدة، كلا لسرقة البلاد، كلا للذيول، كلا للتبعية. عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق، وكنا نضحي من أجل الوطن ومن أجل العراق. بسم الله الرحمن الرحيم، نطالب عن حقوقنا، ثانيا عن أخواننا الجرحى الشهداء، نريد حق، طالعين على حق، تبديل جميع فواسي كلهم، حتى صعدناهم بالتشرينيين صاروا وياهم، كلهم ما نريدهم، نريد حكومة مستقلة تعطينا حقوقنا وكل شيء ما نريد منهم، هذا حق. طبعا تشرين تتجدد، تشرين لم تتوقف يوم من الأيام، تشرين هي دائما الزيد ثورية لكل شبابنا، فمع الأجيال تشرين موجودة كشعلة حماس. طبعا المطالب تشرين اليوم من هاي الساعة هو تطبيق قانون الأحزاب اللي هو اللي راح يحد من يكون السلاح بيد الميليشيات، ولذلك السلاح يجب أن يكون بيد الدولة، حتى يكون السلاح بيد الدولة يجب تطبيق قانون الأحزاب وتمثيله بصورة صحيحة، وأيضا ننادي بمحاكمة قتلة المتظاهرين، وهي السنة دخلنا بها السنة الثالثة راح ندخل، وهذا المطلب لم يتحقق، وننادي القضاء مجلس القضاء الأعلى أن يستجيب لهذه المطالب، وتشرين ستستمر ومطلبنا معها راح يبقى مستمر بمحاكمة القتلة والفاسدين. الحقيقة أقف إجلالا وإكراما لهذا الشباب المتطلع دوما الى الحرية وللحياة الكريمة، الشباب اللي قدموا رسالة كلش بليغة للطبقة السياسية الفاسدة انه الطغاة يعني راحين ويعني الشعب باقي، وصوت الشعب الان هو اقوى من صوت الطغاة. اليوم يعني شباب تشرين جاي يجددون العهد مثل كل الايام، لانه هم باقين وكل يعني مقومات التغيير موجوده،
لا يزال الطبقة الفاسدة المهيمنة على القرار العراقي هي اللي متحكمة بالله. الشباب باقين رغم التغييب ورغم القتل. اليوم أنا حقيقة يعني أشعر بأنه تشرين لم تنتهي، تشرين الآن جدوتها مستمرة في نفوس هؤلاء الشباب. هؤلاء الشباب يعني يواسون عوائل الشهداء، يواسون الذين سقطوا. للأسف النظام السياسي لم يستفد من أخطائه، لم يسمح هذه القاعدة الكبيرة، هؤلاء أغلبهم من الذين أعمارهم تحت 30 سنة، تشعر أن النظام السياسي مفصول تماما عن القاعدة الشعبية الأكبر. هذه القاعدة التي لها استحقاقات، وهذه الاستحقاقات كان بالإمكان سماعها بطريقة سلمية أفضل من أن تنفجر على شكل عنف وربما تؤدي إلى تدمير النظام السياسي. النظام السياسي العراقي لديه أزمة، هذه الأزمة تتمثل في أنه يريد أن يحكم بدون أن يقدم أي تنازلات، بدون أن يسمع لآراء الناس، وهذه النتيجة. النتيجة الحقيقية هو أن الناس ترفض هذا النظام السياسي، ولا زال النظام السياسي لحد الآن مصر على عدم سماع هؤلاء، ويقوم بإجراءات ترقيعية لم ترتقي إلى مستوى المشكلة الكبيرة المتجذرة في المجتمع العراقي. السلاح الملفلت هو حقيقة سلاح رسمي وليس سلاح يأخذ رواتب من الدولة، وللأسف الآن هذا السلاح يهدد الجميع، وربما حتى أصحاب هذا السلاح ربما سوف لن يكونون بمنأى عن الحريق إذا اندلع لا سامح الله. للأسف قصر النظر يؤدي إلى الاستقواء بالسلاح، والعاجز هو من يستعين بالسلاح لفرض إرادته على الآخرين بدون قدرته على إقناع الناس بمشروعه السياسي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هي انطلاق ذكرى الثالثة لثورة تشرين بال 2019. اليوم الثوار والشباب في أغلب المحافظات وفي ساحة الحبوب تجدد ذكرى الثورة، ثورة تشرين العظيمة اللي خرجت بمطالب شرعية ومطالب حقيقية اللي انتفض منها أغلب شباب والشعب العراقي، اللي هي تغيير النظام السياسي وأيضا إبعاد الأحزاب الإسلامية السياسية من العملية السياسية، وأيضا بعد هذه السنوات من ثورة تشرين، تشرين بدأت تنتج تنظيمات وبدأت تنتج شباب وقيادات هي مؤهلة لأن تكون بديل حقيقي للأحزاب السياسية التي فشلت، وهذا الفشل هو موجود على أرض الواقع في سنة 22 وفي تجديد الذكرى لتشرين. نلاحظ هناك سلاح منفرد، ونلاحظ هناك ايضا العمليه السياسيه يعني خجوله، ومو يعني ايضا من المعيب هناك احزاب تسمى ان كتل سياسيه تقود العراق بهذه المرحله. تشرين اليوم بعد ثلاث سنوات حقيقه اليوم هذه الاعداد وهذه وانتصار كبير لتشرين وامتداد ل لأهدافها ونتائجها اللي خرجت بها بال 2019، لأن حقيقة كل ثورة بعد هذه المدة يمكن أن يكون هناك خمول بالثورة، ويمكن أن يكون هناك تجميد أو على الأقل ينحرف مساره هواية من الأهداف الحقيقية، لكن اليوم جاي نشوف أنه ثورة تشرين تتجدد بنفس الأهداف بنفس المطالب، هو تغيير النظام السياسي وأيضا حصر السلاح بيد الدولة، وأن يكون الشعب العراقي وهؤلاء الشباب من التنظيمات هم قادرين على قيادة البدل المستقبل. ونعزي ذوي شهداء ثورة تشرين العريقة الشجاع. أنا
أطالب القصاص العادل من مرتكبي مجزرة ثورة تشرين على جسر الزيتون وهو اللعين جميل الشمري وعمر نزار. أطالب القضاء إذا قضاء عادل وشريف وغيور بأن يقوم بالقصاص العادل من محاسبة مرتكبي مجزرة جسر الزيتون. ورد أقرأ قصيدة عن الوطن. أقول أن وطن ما شاف أبد كل راحة، وطن طقه مسيل دموعه ورصاصه وسلبه وأفراحه، وطن من ثورة العشرين ولها السلازم أصفاحه، وطن شافه صقر صاعد فوق ركضه وكسره وجناحه، وطن فقير بضحكته وتاجر حيل بنياحه، وطن حكامه كلها سيوف ورماحه، وطن ما بي شريف يضمد أجراحه. اليوم خرجت هذه الجماهير لإحياء الذكرى الثالثة من انتفاضة تشرين، انتفاضة الخالدة التي ضحت وأعطت من أجل الخلاص من هذه الحكومة الفاسدة، حكومة القناص وحكومة الكاتم، الحكومة التي عاثت في الأرض فساد منذ 2003 إلى هذا اليوم. اليوم خرج أبناء تشرين لتجديد العهد ولتجديد الرفض لهذه الحكومة بالطريقة السلمية وبأن العمل السلمي بعيد عن السلاح المنفلت الذي يتصدر الموقف حاليا. نحن كنا وما زلنا ونبقى نرفض لغة السلاح التي تتحكم بها الأحزاب الفاسدة والتي تتحكم في المشهد السياسي. كنا سنبقى تشرين ناصعة البياض وستبقى تشرين سلمية إلى آخر المطاف. طبعا اليوم ذكرى السنة الثالثة لثورة تشرين، الثورة العظيمة اللي لم تنطفي، ثورة ضد الفاسدين، ضد الحكومة المتحزبة ذيول إيران. لما طلعوا ولدنا يداعون ضد الفاسدين قتلتهم الدولة، الدولة المتشكلة من قبل الأحزاب وبدون استثناء، من رئيس دولة إلى أصغر واحد من المتحزبين هم ذيول. من هو الداعب قتلتهم؟ من هو طالب بهم؟ إحنا أول طلب عندنا للدولة بتجي، وإذا أكو دولة محاسبة القتلة الطلب الأول. الطلب الثاني القرار مو 57 أخطاء عسكرية، ابني ما طلعت عليه بلوكة كتلته ولا دعمه بايسكل ولا مفخخة، ابن الدولة كتلته. ونبقى نطالبهم ونبقى مستمرين بالثورة إلى أن نطلع على آخر فاسد. مرت 3 سنوات على ثورة تشرين وسقطت بها دماء كثيرة، والدماء لم تنصف وتقطع حقوق الشهداء، بل بالعكس سوفت قضاياهم ولم يحاكم أي شخص من القتلة. فنطالب الحكومة والسلطات العليا باتخاذ الاجراءات اللازمه، واحنا ولو احنا ملينا من هاي الشغلات ملينا، داعينا ووقفنا امام المحكمه ماكو، كل جدوه ماكو. مو بس الحكومه فاسده، الشعب الساكت على الحكومه والشيوخ والعشائر الساكته وقابله هم فاسدين، ما يقبل على الفاسد اللي هو فاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم خرجنا لتجديد ذكر ثورة تشرين العظيمة
او نجدد رفضنا الاحزاب الحاكمه برمته. احنا اليوم طلعنا نريد والله شويه بس خلي حساباتنا بيناتنا من 2003 لليوم حكمنا الاطار والتيار وكل شيعه وسنه ومسيح وكرات كلها حكمتنا. شنو نقدمون هذا الشعب؟ كل فائده ما بيكم، نترجاكم عم والله العظيم ما يعني انتم سرطان نخرت الشعب، نخرت الوطن كله، سيدكم الشيخكم المدنيكم المعممكم كلكم فاسدين، بس تدخلون للسلطه تنعمون ويصير همكم الفلوس. يا سياسي يا يوم من الايام باوعي الواحد من الشعب همكم بطونكم واملاك خارج البلاد. والحمد لله والشكر اول بشره للشعب اجت اموالكم اللي بلبنان كلها راحت. احنا تفلاسها دوله لبنان اهنيكم على هاي الخساره ولو يماتلكم منها 18 مليون دولار للعراقيين املاكم بالبنوك اللبنانيه. وان شاء الله الله يخلصنا منكم بحق محمد وال محمد. واحنا بهاي المناسبه وهاي خروجنا نجدد ولاءنا للشهداء وان شاء الله ثابتين على نهجهم. واحنا الثابتين الصامدين ما نخون دماء الشهداء لو على قطع اعقابنا. ساحة الحبوبي تعوج بالمتظاهرين استذكارا لثورة تشرين العظيمة. هذه الثورة العظيمة التي شهدها العراق وشهد سلميته. اليوم متظاهرين يحيون ذكرى شهادة الأبطال شهدانا الأبرار. لازلنا كنا ولازلنا نستنكر ونشجو كل الطبقة السياسية وكذلك الفساد الحاصل في الطبقة السياسية أجمع. لازلنا على العهد. خرجنا اليوم بتجديد ثقتنا وعهدنا ووعدنا وحبنا وولاءنا لثورة تشرين العظيمة. لا مقدس غير العراق. دمتم بخير.